الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج لكل الناس. الحقيقة في الفترة الأخيرة ظهرت على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي نماذج سيئة جدا للشاب المصري، أو نقول نماذج سلبية. وعشان كده النهاردة أنا حابة أقدم نموذج إيجابي عشان نقول لا، الدنيا لسه بخير ولسه في نماذج إيجابية في المجتمع. معايا الممثل الشاب والبادي جارد عبد الحميد حسني الشهير بعبده موتة. اهلا بيك عبد الحميد. اهلا وسهلا بيك يا فندم، نورتني. الله يخليك بنوري. الاول عايز اعرف مين جت اسم عبده موتة ده. عبده موتة اتشهرت بيها اول ما دخلت مجال البودي جارد، من الموقف اللي انا مشيت فيها والموقف اللي انا واجهتها في حياتي. يعني ايه عبده موتة اصلا؟ يعني ليه عبده موتة؟ يعني شخص يعني بيواجه، شخص ما بيهبش حاجه، جريء. شخص جريء بيتصدر في المواقف اللي بتقابله بكل جرأة وبكل حكمه. يعني امتى بدات تدخل في مجال البودي جارد؟ لو كنت بتمرن اصلا، دخلت في مجال كمال الاجسام ودخلت ماتشات رفع اثقال. شافني حد عبده انت كويس وبتتمرن وكده، تمام، اشتغل معانا بادي جارد. من هنا بدات ان انا اشتغل بادي جارد واشتغل على نفسي، اضخم اكتر، اعمل كورسات ان انا اطلع عشان ابقى بادي جارد. يعني ما اتجهتش لشركات الانتاج ولا حاجه؟ يعني لا 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 خالص، عن طريق شخص انت عارف. عن طريق شخص انا اعرف. شايف فيك مقومات مثلا معينه؟ اللي هو مثلا انسان ضخم، انسان عامل عضلات، انسان بيهتم بنفسه، بياكل كويس، فانا شايفه كويس فباخده معايا بادي جارد. يعني هي دي مقومات البادي جارد، ان يكون عنده مفتون العضلات. مفتون العضلات، بيستجو كويس، بيشتغل على نفسه كويس، على الغذاء بتاعه بس، ومن هنا بيبقى بادي جارد. طيب احنا كلنا عندنا الانطباع عن البادي جارد من خلال الدراما او السينما المصريه عامه، اللي هو البادي جارد بقى اللي بيدخل كده في المواقف. لا، احنا عايزين نعرف الواقع، هل هو ده الصوره اللي قدمتها السينما والدراما المصريه عن البادي جارد؟ هل هي صوره واقعيه ولا في اختلاف؟ لا لا، البادي جارد يا فندم ابن ناس متربي، محترم. اهم حاجه عنده ان هو يطلع نفسه او يطلع الشخص اللي هو طالع معاه، اذا كان مثلا طالع مع رجل اعمال، اذا كان مثلا طالع مع في مسلسل، في فيلم، في اي حاجه، عايز الحاجه دي تنجح، عايز يطلع باقل خسائر. يعني انت بتوجه من خلال شركه الانتاج بتاعتك، هما بيوجهوك ايه المجالات اللي بيوجهوك فيها؟ او البادي جارد عامه ايه المجالات اللي بيوجهوك فيها؟ مثلا التمثيل، السفارات، مثلا الاشخاص معينين، يعني حسب. ممكن مثلا مره يطلع مثلا مع راجل عرباوي اللي هم مثلا بتوع الخليج، الخليجه. ممكن مثلا مره تطلع مع سفاره، ممكن مره ثانيه تطلع في تامين. احنا في اخر مره في التامين بتاع السيد الرئيس اللي هو بتاع الانتخابات، كنا ماسكين التامين الانتخابات مع الشرطه. بالنسبه للدرجات عندكم عندكم يا عبد الحميد، يعني مثلا المجموعه دي لا ما تنفعش في تامين مثلا السفراء او التامين السياسي، لا المجموعه دي ممكن تامين مثلا الاماكن المعينه، لا دي للتمثيل، ولا كله ممكن بيقوم بكل الادوار؟ لا كله يا فندم، كله ممكن يقوم بدور الادوار. يعني كله عنده نفس المقومة. احنا ما عندناش نقابه. هو مثلا شخص مثلا بينزل مع شركه حراسات، في شخص تاني خالص هو ما عندوش شركه حراسات ولا عنده حاجه، هو مثلا مدرب فطلب منه بادي جارد، فمن هنا بيبدا ياخد البادي جارد وينزله معاه. انا عايزك معايا مثلا في الشغل، تعال، ويجمع مثلا جاردات. ممكن حد تاني اصلا خارج الميديا وخارج مجال البادي جارد يطلب مثلا بادي جارد، فيطلبه من حد من بره، اي جيم مثلا، يخش الجيم يقول يا جماعه انا عايز بادي جاردات، ينقي الناس اللي جسمها كويس جسمها قوي وياخدهم معاه في مجال البادي جارد. انت امتى بدات موضوع التمثيل ده، او جه معاك ازاي؟ هو جه معايا بمكالمه تليفون، زي حظي كده او رساله من عند ربنا سبحانه وتعالى. ان حد جالي، كنت شغال بادي جارد في نادي عندي في الهرم، حد قال يا عبده انت فين؟ موجود. طب عايزينك معايا في تصوير. رحت في التصوير ده، اول حاجه عملتها بدات مع الزعيم عادل امام. ما شاء الله، طالعين بنخطفه في مسلسل استاذ رئيس قسم، طالعين بنخطفه، بنخطف الزعيم وبنعمل معاه شغل اكشن ومطاردات، وكان يوم حافل يعني بصراحه. الحاجات دي بتبقى واقعيه؟ يعني فيها يعني حته واقعيه، يعني مثلا في خشونه حقيقيه، ولا كله بيبقى تمثيل يعني، ولا ايه؟ لا بالعكس، لو ضرب او جداً. حاجات من دي، لما بيكون حد ممثل او حد مثلا عنده موهبه او حد مثلا حابب المجال بيبقى واقعي جدا. هو اهم حاجه عنده ان الشغل ينجح. انا ما بمثلش، انا بخش التمثيل او بخش الميديا، انا عايز اوصل رساله، اوصل رساله ان احنا النهارده بنخطف شخص، احنا مش بنخطفه واحنا بنهزر واحنا بنمثل، لا هو جد انا بخطفك. يعني الضرب ده بيبقى حقيقي وواقعي وبتضرب بجد او بتضرب بجد؟ طبعا يا فندم طبعا. في مسلسل استاذ رئيس مع مسلسل تحت السيطره، استاذ رئيس قسم عملنا شغل عشان مع زي عادل امام، بس مش هو اللي اتضرب. يعني المفروض احنا ضربنا الدوبلير بتاعه. مسلسل تحت السيطره، وانا بخطف النجم محمد فراج من نزل السمان، انا عورته في ودانه. انا بقول انا عورته في ودانه بعد ما خلصنا المشهد، فودانه بتجيب دم. فجي قال لي بص يا استاذ انت عملت فيا ايه؟ قلت
قلت له انا متاسف جدا يا نجم، انا كان هدفي ان انا بس اوصل رساله حقك عليا وجيت وقلت له حقك عليا. لا لا خلاص مش مشكله، بس انا بتقمص الشخصيه، انا النهارده عايز اوصل لك ان احنا بجد انا بخطف، انا عصابه مش داخل، مش طالع ان انا امثل او طالع ان انا اهزر. يعني فعلا بتتعرضوا لمخاطر كبيره من خلال عملكم كبادي جاردات يعني؟ طبعا طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. طيب ايه اخطر موقف انت تعرضت له؟ هو كذا موقف بصراحه. اهم موقف كنت نزل في حفله في الساحل الشمالي. المهم ان الحفله دي متامنه من الداخليه ومتامنه من الجيش، ففي طرف ثالث بيخش ان هو طرف عايز يعمل اي شغف في الحفله دي، عايز يوري ان التامين ده مش تمام او التامين ده مش 10 على 10. فاحنا بادي جاردات ماسكين الاستديو مثلا بتاع النجم، فيجي مثلا حد يقف مثلا جنب واحده مثلا واقفه بتتفرج على الحفله، فيجي مثلا من وراها مثلا بيعمل حركه مش كويسه متحرش مثلا، فانا طبعا ما ببالش بكده، انا واقف انا اهم حاجه عندي ان الحفله تتم بسلام، وفي نفس الوقت احنا واقفين رجاله، احنا عندنا ناخد، ما ينفعش حد يبص لحد واحنا واقفين في الحلقه. المهم ايه حصلت قدامي لقطه، فانا بتكلم فهي بصت لي باحراج يعني، فانا رحت بقى بعد اذنك كده ممكن تقف على جنب، فقلت لي اللي ردي بقى جميل جدا يعني، انت بتتكلم كده ليه؟ انت في ارضنا هنا، احنا ممكن ندفنك، تقول تدفننا انا؟ طب اتكل على الله، خدت معنا اللي فيه النصيب. راح بقى طبعا مجيب الفريق بتاعه وجاب الدنيا بتاعته، وانا رحت لجأت بقى لمين؟ طبعا كذا حد من الجاردات قال لي بلاش يا عبده، احنا في ارضهم هنا وفعلا هو بيتكلم صح وما تتدخلش وما تندفعش. رحت لاجي لرئيس المباحث اللي هو ماسك المكان، دلوقتي يا فندم في 1 2 3 والحفله هتبوظ مننا، لو حضرتك ما تدخلتش احنا كده كده جاهزين واحنا كلنا على قلب راجل واحد يعني. طب خلاص مع مين؟ قلت له مع فلان فلان. هو جاي هو رجالته، تعالى انت عايز تهجم مع الرجاله اللي جايين معايا؟ لا ارجع، الرجاله دي بتاعتي. وخلص الحوار وراح مردينا على بعضينا وخلاص خلصت. بس عايز اقول لك موقف زي كده كله قال بلاش. ما طبعا بيبقى موقف فيه خطوره ممكن يتعرض ليه برضه ردود افعال مش مضمونه. طبعا. طيب يا عبدو احنا معانا بعض من المشاهد بتاعتك، عايزك تعلق لنا صور ليها، عايزين تعلق لنا عليها. اتفضلي يا فندم. اول مشهد مسلسل رحيم. ايوه. استاذ محمد سلامه والنجم الكبير استاذ ياسر جلال، استاذ ايهاب فهمي، استاذ الكبير استاذ حسن حسني. ايه رايك في يعني المشهد ده كان بيمثل لك ايه او عملته امتى من قد ايه؟ مشهد قوي جدا. احنا في المشهد ده المفروض ان احنا طالعين انا طالع من رجالتي رحيم، الدراع اليمين بتاعه امن الدوله داخل عليه. المفروض طبعا انا شايف امن الدوله ابقى هيب منه، لا انا شايف امن الدوله ولا اكني في امن الدوله، انا داخل مع رحيم اتفضلوا معايا السلاح على صدري هنا. طبعا ده السيناريو اللي مكتوب. طبعا طبعا. لا في الحقيقه، لا ده في الحقيقه حاجه ثانيه خالص. الناس دي فوق دماغنا والناس دي يعني بتشوف شغلها في البلد يعني. طبعا. فانا داخل المشهد، لا بجد انا داخل مع امن الدوله بجد، بس انا مع راجل تقيل، ان انا داخل ان انا مش هايب من اي حد خالص، وحتى لو نازل مع راجل ماسك السلاح وواقف مكشم يعني مش فارق معايا اي حاجه خالص. بنكمل المشهد. طب في صور ثانيه؟ ايوه المشهد ده في مسلسل طايع. ايوه. كنت بخطف النجم عمرو يوسف وطالع بخطفه. يعني انت فعلا مكممه بجد، ويعني الموقف ده بيبقى موقف طبيعي. طبعا انا بخش عليه ان هي الهجمه، انا بجيبك بجد انت تستحمل، احنا في مشهد، احنا مش بنمثل، احنا بنمثل الواقع مش بنمثل كتمثيل، احنا بنمثل الواقع. الاستاذ عايز يوصل رساله للمشاهد ان احنا مش بنمثل، احنا بننفذ بجد. طب بعد الموقف في صور تقاوس المشهد ده؟ بصي حتى حضرتك بصي نظره اللي هي الهيبه على وشه من رد الفعل اللي احنا عاملينه. فعلا يعني هو متقمص فعلا شخص، تحس فعلا هو مقبول بجد. احنا ما بنهزرش. حتى بصي حضرتك برضو رد الفعل بتاعي، انا مش هيبك يعني، انا ليا راجل انت رافع السلاح، هو رافع السلاح على الراجل بتاعي، فانت رافع السلاح بتاعي انا مش شايفك اصلا يعني، انا مش شايفك، لا انت ترفع السلاح احنا هنضربك بالنار قبل ما تكون انت عم اذيه، او انت قبل ما تكون انت مسبب اي خطر. طيب تمام. في اي موقف كوميدي مثلا، برغم انتوا المواقف بتاعتكم كلها اكشن ومواقف خطوره وصعبه، طيب في مواقف كوميديه مثلا لما بتفتكرها بعد ما بقى طبعا الموقف بيعدي خالص وبتقعد كده تضحك عليه؟ طبعا. طب احكي لي موقف كده او اتنين. كنت في مسلسل الاب الروحي، المفروض ده مسلسل اكشن، احنا بنعمل شغل اكشن، ومسلسل طبعا مع الاستاذ محمود حميده، استاذ احمد فلوكس، عمالقه، ومعاهم طبعا مخرج كبير استاذ بيتر ميمي. فالمفروض ان احنا بنعمل المشهد ده، المفروض ان انا داخل
بس انا طبعا ما اعرفش. انا قلت انا كنت قاعد مع اصحابي بنضحك وبنهزر طبعا كبادي جارد، احنا بنحب نهزر، احنا ولاد كلنا بنحب بعض وكلنا بنحب اليوم بيبقى ماشي جميل، عارفين بعض كلكم وفي بينكم تعاون. لا عارفين بعض وكله بناكل مع بعض عيش وملح، لو جه حد مثلا جاي معاه لقمه بيقسمها مع الكل، لو حد مثلا مع في مثلا مشكله بنتدخل كلنا عشان نقدر نحلها له، كل اولاد ناس وكلهم عايزين ياكلوا عيش وكلهم عايزين يشتغلوا. فاحنا عايزين بنتكلم مع بعض كده زي ما بكلم حضرتك، ولقيت حد تعالى يا استاذ وامرني حضرتك هات ما هتصور. فحاضر انا جاي مع حضرتك طبعا بعد ذلك رجال قايم ولابس البدله بسرعه ورايح واقف في المشهد مع استاذ احمد فلوكس. المهم انا وانا واقف في المشهد طب يا استاذ انا هتكلم هقول ايه؟ ما تقلقش هنجي لك حالا هنجي لك ما تقلقش انت واقف هتصور. المهم الاستاذ بقى المخرج ما يعرفش ان انا اصلا ما اعرفش هو حد اداني حاجه ولا لا، فانا واقف قدام احمد فلوكس فبتكلم معاه فبيقول لي المشهد. فديت لك مره واحده الاستاذ قال اكشن اكشن، استاذ احمد فلوكس بيجري من جنبي وراح يضرب نار على حد اللي المفروض ان هو داخل يضرب نار على استاذ محمود حامد. انا في ظهره بضرب عليه هو نار، يعني على اللي انت تبعه الراجل اللي انا معاه فلا بضرب عليه ده الاستاذ المخرج راح واقف الشغل كله ستوب ثواني حضرتك بتعمل ايه تبع مين؟ طيب. انت جاي مع مين؟ انت جاي تشتغل ولا جاي تعمل طيب اسمح لي نطلع فاصل قصير ونرجع تاني. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنرحب بالمرة التانية بضيفي عبد الحميد حسني. اهلا بيك مرة تانية عبد الحميد. اهلا وسهلا بيك يا فندم. قولي يا عبد الحميد مين اكتر مخرج اشتغلت معاه وحبيت جدا العمل معاه وحابب انك تتعاون معاه تاني؟ وبصراحة مش واحد بس كذا مخرج ابدا بيهم. اول واحد بيقدر جدا اللي بيشتغل معاه استاذ محمد حمدي المخرج الكبير، استاذ محمد حمدي عمل مسلسل الشطرنج ومسلسل السر. بعد كل مشهد بعمله معاه هو ليه حاجه جميله جدا، ليه انطباع جميل جدا، بعد كل مشهد هو فعلا مصدقه برافو عليك كلمه برافو عليك طبعا يا فندم برافو عليك دي بتخلي الواحد وهو في المشهد عايز ينطلق. لو هو بعد كده قال لي عبده ترمي نفسك من طياره بعد كده في المشهد الجاي انا معاك، بس كفايه ان انت قدرت او اهتميت بتعبي، يعني قلت لي في الاخر شكرا زي شكرا بالظبط. مين تاني غيره؟ استاذ مين من المخرجين؟ استاذ سوني طبعا، استاذ سوني ده المخرج المنافس بعديه، استاذ رمضان صلاح، الناس دي الفريق بتاعه كله 10 على 10 بصراحه. استاذ بيتر ميمي برده بيهتم باللي بيكون معاه وبيحاول يزيله بشكل كويس. استاذ احمد سمير فرج، استاذ احمد سمير فرج اشتغلت معاه في مسلسل بركه. هو اول ما شافني وانا بركز وانا بعمل الهدف انت متحمس، عارف حضرتك مثلا يشوفك انا شايف انت عايز تشتغل انت عايز تعمل حاجه انت متحمس بيديني الدفعه، حتى ما بيقولش مثلا ما بيعلقش على حاجه، لا احنا عملنا المشهد وان شوت هو راح جه ضاف حاجه بس صغيره قال لي هتعمل بس كده وخلاني ان انا اعمل حاجه بجد، اللي انا مثلا ايه ان انا بتحمس انا بعمل حاجه ديت. هو فكره التشجيع او الدعم المعنوي، الدعم اي حد في الدنيا مش محتاج ان حد يقول له شكرا انت تعبت معايا فشكرا، او انت مثلا ايه انت مجتهد او انت بتشتغل على نفسك فاشتغل على ده ويديله فرصته. طيب قولي يا عبد الحميد إيه، انت ليك برنامج غذائي او برنامج تدريبي معين او للبادي جاردات بشكل عام؟ طبعا. عباره عن ايه البرنامج؟ بشتغل انا شغلي كله بشتغله عشان خاطر حاجتين، عشان خاطر اللبس وعشان خاطر اشتغل على المجال بتاع الفن. بشتغل بادي جارد عشان ادعم مجال الفن، عشان انا ما فيش حد بيدعمني، يعني ما فيش حد بيقول لي خد يا عبده مثلا جنيه اشتغل على نفسك او اسمع على نفسك. وعلى الغذاء يعني مثلا والدتي في البيت بيطلع عينيها معايا، اقول لها مثلا يا امي اعملي مثلا النهارده فراخ، اعملي النهارده مثلا لحم، اعملي النهارده كده، عشان انا بنزل ابذل مجهود قوي جدا في الجيم، فما محتاج ان انا اعوض ده. البادي جارد غير هو شاسيه بودي جارد شاسيه بس. طيب احنا معانا فيديو هنعرضه ونرجع تاني. اتفضلي. اتفضلوا نعرض الفيديو. عبد الحميد حاسس ان الوصول لهدفك صعب ولا الطريق بالنسبه للبادي جارد سهل ممهد؟ هو طبعا مفيش حاجه في الدنيا يا فندم سهله،
اي حاجه في الدنيا صعبه، بس الواحد في الاول وفي الاخر بيتفائل، عنده تفاؤل وعنده روح الله، حب ان انا بشتغل على نفسي ربنا هيديني، بتعب وبشتغل ربنا هيديني، قاعد في البيت ربنا مش هيديني، فانا بسعى وبحط دايما، حاطط دايما هدفي في المجال في الميديا او في حياتي عامه هو هدف ربنا سبحانه وتعالى، دعم قوي ليا جدا، ربنا بيدعمني جدا والحمد لله، دايما ربنا بيوقع دايما اللي يحطني على اول المشوار، زي ما حضرتك كلمتيني وقلت لي عبد انا عايز اسيبك معايا في برنامج، عارف ببقى طالع من بيتي عارف ان ربنا سبحانه وتعالى وقع لي حد تاني عشان اقدر احطني في مجالي، بس هو لكن هو سهل جدا الوصول للنجاح سهل، بس هو محتاج ان الحد يشتغل على نفسه. يشتغل على نفسه. طيب قول لي، هل العائد المادي او المقابل المادي طبعا بشروط طبعا عارفين كلها مخاطر، هل متناسب مع حجم المخاطر اللي بتعرضوا لها؟ هو مش مناسب قوي يعني، بس هو يمشي الدنيا يعني، هو يمشي الدنيا. لا لو هو بصراحه يعني انا كبادي جارد، لو انا مثلا نزلت في مسلسل، لو انا فلوسي دي من شركه الانتاج او من المكتب بس ما حدش قاصص منها، انا هبقى كويس جدا ومستريح وهتلاقي حاجه قويه جدا، كان زمان وصلت لهدفي. لكن هو مش كده، ده بتنزل مثلا مع شركه الانتاج، ده يقص شويه وده يقص شويه وده يقص شويه لحد ما جينا احنا في الاخر فتفيت خالص. لكن بصراحه في منفذين بادي جاردات محترمين، دول بيقدروا البادي جارد اللي معاهم وبيدوا حقه كامل يعني، حتى لو هياكلوا حاجه مش قوي. مين اكتر حد تقدر تقول انه واقف جنبك ويشجعك ودعمك لما الوقت بتقعد في اللحظه دي بتقول لا هو ده اي موقف انا هيسندني؟ هو ما فيش بصراحه غير والدتي واخواتي، هم دول بعد ابويا الله يرحمه. والدي هو اللي كان السبب اصلا ان انا دخلت الميديا، وان انا كنت بشتغل على نفسي جامد جدا عشان خاطر اوصل، عشان خاطر والدي بقى في حته ثانيه خالص. كان دايما حاطط ذكرى والدك قدام عينيك عشان توصل لهدفك او هدفه اللي هو كان يطمح انه يلاقيك فيه. طبعا هو انا بعد اصلا بعد ما والدي توفى انا قلت انا شلت من دماغي خالص مجال الميديا ومجال التمثيل، بس بلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعد كده بيوقع لي حد، طب انت دخلت ليه من الاول؟ والدي كان من الناس اللي هم البسطه، من الناس اللي الطيبين اللي هم البسطه جدا، بس بعد كل ما كنت بعمله كان بياخد مني تليفون ويلف على الشارع كله، بص ابني عمل ايه؟ ابنه عمل ايه؟ بيتشرف بيا في غربه، فكان بيدعمني اعمل تاني اشتغل تاني، وانا كنت بشتغل على نفسي عشان خاطر اخليه في مكان تاني غير اللي هو فيه، يعني حتى لو والدي مثلا اشتغل على باب الله ارزقي، لا انا عايزه يبقى صاحب محل، انا عايزه يبقى عنده سلسله محلات، فكنت بشتغل على نفسي بكل قوه عشان خاطر اوصل، بس للاسف في الاخر هو ما كملش معايا. بس اكيد هيحس بيك طبعا. قول لي يا عبد الحميد، انت باصص لحد فين؟ يعني انت النقطه اللي انت وصلت لها بتعب سنين لغايه دلوقتي وباصص لحد فين؟ يعني ايه هدفك؟ انا هدفي ان انا ابقى ممثل عالمي قوي جدا، ان انا مثلا اتنافس دايما، لما حد بيجي يسالني بيقول لي مين نجم الاكشن بتاعك اللي هو رقم واحد اللي انت مثلا شايفه ان ده نجم قدوه او تمشي وراه، بقول له مثلا بقول له ايه؟ بقول له انا بتفرج على افلام، بتفرج مثلا، بقول له مثلا بتفرج على فاست فيريوس، بتفرج على فان ديزل، ذا روك، بتفرج على جيسون ستيتون. فانا هدفي ان انا اشتغل مع الناس دي، هدفي ان انا الناس دي يبقى احنا ندي معاهم، يعني مثلا في حد مثلا من مصر من هنا، لا الناس دي مش هم رقم واحد، مش هم اعلى ايرادات، لا في حد من هنا في مصر بيتحدى الناس دي وهو رقم واحد، بمعنى الاصح يعني مفيش حد غير مصر بس، يبقى هي رقم واحد في كل حاجه. انت باصص مش بس لنفسك، بص كمان ترفع اسم مصر. طبعا دولتي يعني لازم ابعد من انك تكون نجم مصري معروف. طبعا يا فندم، انا هدفي ان الدوله دي تبقى رقم واحد في العالم، الجيش بتاع بلدي ده يبقى رقم واحد في العالم، داخليتي الداخليه بتتعب جدا، انا مشغل معاهم كتير وعارفين هم بيتعبوا قد ايه. هدفي ان الدوله تبقى متقدمه، مدينة زويل العلوم والتكنولوجيا تبقى اقوى مدينه في العالم، اي حد يطلع براءه اختراع احنا بندعمه، تعالى حضرتك ايه مثلا انا وصلت وبقيت نجم كبير اهو، حضرتك عندك ايه؟ انا مثلا عندي، انا جايب مثلا فكره، انا عندي اختراع، لا تعالى محتاج ايه؟ محتاج دعم مادي؟ اتفضل. محتاج دعم معنوي؟ بتواصل مع السلطات القويه في مصر هنا، يا فندم احنا عايزين 1-2-3 وانا المقابل المادي هو جاهز، يعني حضرتك بس هتدعمني معنويا الشخص ده يوصل رسالته، لا يبقى احنا مفيش حد، يبقى العلماء هم رقم واحد في مصر زي ما كانوا زمان. يعني انت نفسك تبقى فنان عالمي وفنان كبير ورقم واحد عشان تطور وتنمي وتدي لكل واحد حقه في ال طبعا يا فندم. طبعا الشباب اللي قاعد على القهوه دي، حضرتك قاعد لي على القهوه، لا تعالى لي يا فندم، حضرتك بتقعد لي على القهوه، انت عندك ايه؟ انت مهندس؟ انت خريج ايه؟ انت خريج، لا تعالى يا فندم عندك مشروع اعمل لحضرتك بنك كبير ان شاء الله، ربنا ان شاء الله يوصلنا نعمل ده، انا عندي يقين في الله كويس، اعمل لك بنك كبير، حضرتك بتشتغل على نفسك، بتاخد الكارد بتاعك اللي يمولك وبنطلع تدرس، يبقى في حد معايا مثلا بيدرس دراسه الجدوى للمكان بتاعك اللي انت هتعمل المشروع بتاعك وتشتغل على ده، بعد ما تخلص وربنا يكرمك ونجحت ووصلت، انا مش عايز منك فلوس، انا عايزك تدعم غيرك، يعني زي ما تكون ايه خير وداير، حضرتك بتدعم اللي جنبك لحد ما الدوله دي تبقى رقم واحد في العالم، ما بقاش في حد قاعد على القهوه، الشباب اللي واقف على النواصي بدل ما حضرتك تقف على الناصيه وتعاكس في البنات وترازي في الراحه ولا جاي، لا اشتغل على نفسك، انزل اشتغل، هتقول لي حال البلد وحال الدوله، ما احنا عارفين ان حال الدول كلها مش كويس، لا انزل اشتغل، ابدا اعمل حاجه، اشتغل على نفسك،
قاعد في البيت بتعمل ايه، او قاعد على الناصيه بتعمل ايه، او قاعد قدام القهوه بتعمل ايه، او قاعد مع صاحبك بتعمل ايه. اشتغل، اثبت اللي جنبك دايما ان انت عندك، ان انت موجود. ما تجيش تعيش في الدنيا وفي اخر المطاف انا ما عملتش حاجه، يبقى انت كده مالكش اي تاني لازمه، يبقى انت كده اصلا يعني ما كانش ينفع انت موجود في الدنيا، انت مالكش لازمه. الصين يا فندم، الصين او اليابان او الدول المتقدمه دي ما فيش حد عندهم بيوت. حضرتك انت قاعد بتعمل ايه؟ اشتغل، اعمل حاجه واشتغل، انتج للدوله دي. الحقيقه دي رساله مهمه جدا انت بتوجهها لشباب اللي من سنك، ان هم فعلا لازم يحطوا اسم بلدهم في الاول، ولازم يشتغلوا ويتعبوا عشان يلاقوا في الاخر. الحقيقه انا بشكرك جدا يا عبد الحميد، وانا شرفت جدا بوجودك معايا. يا ريت لو اي موهبه حابه تظهر على شاشه التلفزيون وتعرض موهبتها للجمهور وتتواصل معنا على الارقام الموجوده على شاشه التلفزيون او على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه برنامج لكل الناس. سعدت بكم جدا اعزائي المشاهدين، واشكركم لطيف المتابعه. انتظرونا ان شاء الله في الاسبوع القادم حلقه جديده وبرنامج لكل الناس.